كل التحية لحضرتك يا كابتن اسلام والدكتور احمد ثابت وكل مشاهدي ومتابعي ملعب الاهلي ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان. مستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي اعلن تشكيل النادي الاهلي لهذا اللقاء. في حراسة المرمى محمد الشناوي، قدامه اثنين قلبي دفاع رامي ربيعة ومحمود متولي، في اليمين محمد هاني، في الشمال علي معلول، منتصف الملعب عمرو السولية واليو ديانج، قدامهم الثلاثي احمد فتحي، محمد مجدي أفشة، احمد الشيخ، وخلف راس الحربة مروان محسن. خرج من قائمة النادي الأهلي النهارده لهذا اللقاء مصطفى شوبير، على مقاعد بدلاء النادي الأهلي كابتن إسلام علي لطفي، ياسر إبراهيم، وليد أزارو، وليد سليمان، صلاح محسن، حسام عاشور، وجيرالدو. بينما كابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقصة أعلن تشكيل المقصة لهذا اللقاء. حراسة المرمى محمود حمدي، قدامه الرباعي محمد كناري، عاصم سعيد، أحمد ياسين، أحمد محسن، نص الملعب مصطفى شبيطة، عصام صبحي، قدامهم ميدو جابر، شميلز بيكلي، محمد مسعد، ورأس الحربة عمرو مرعي. إن شاء الله يا كابتن إسلام كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذا اللقاء، يحقق ثلاث نقاط تكون غالية جدا في مشوار النادي الأهلي لدرع الدوري رقم 42. مرة ثانية إليك الكلمة كابتن إسلام. شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح على التشكيل الرسمي. زي ما حضراتكم شفتوا اعلن التشكيل الرسمي او اعلن ريني فايلر التشكيل الرسمي للنادي الاهلي لهذه المباراه، ومفاجاه في هذا التشكيل كالعاده. وخلينا اقول لحضراتكم مره ثانيه، علي معلول طبعا، محمد الشناوي في حراسه المرمى، علي معلول ناحيه الشمال، اعتقد ان هيبقى احمد فتحي ناحيه اليمين، ورامي ربيعه ومحمود متولي اثنين قلوب دفاع، ثم في خط الوسط السوليه واليو ديانج، على اليمين هيكون محمد هاني، وعلى الشمال هيكون احمد الشيخ ومحمد مجدي قفشه، وفي الامام مروان محسن. يعني ما بين بقى احمد فتحي يلعب في نص الملعب ولا يلعب في باك رايت، ومحمد هاني يلعب في نص الملعب ولا باك رايت، ده اللي هنشوفه على ارض الملعب. ولكن ده التشكيله الرسميه للنادي الاهلي، البدلاء لهذه المباراة علي لطفي.